نشرة ظهيرة من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا أدا. أهلا حساني. مرحبا بكم مشاهدينا. إلى تفاصيل الأخبار. إلى التفاصيل، حيث بدأت وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات المستحدثة عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية. الإجراءات تشترط حصول جميع القادمين إلى البلاد على أي من لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية. كما تشترط هذه الإجراءات مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية قبل الوصول إلى الأراضي المصرية. كما تتضمن أن يكون القادم للبلاد حائزا على شهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل الوصول. هذا تواصل أجهزة الدولة جهودها المتعلقة بعمل التطعيم والتعقيم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. ففي محطات مترو الأنفاق تستمر إجراءات التباعد الاجتماعي والتجديد على ارتداء الكمامات بالتزامن مع التوسع في مراكز تلقي اللقاحات وكذلك مراكز التسجيل بداخل المحطات. ومعنا مباشرة من محطة مترو السادات مراسل أخبار مصر محمد عبد الصبور. بعد التحية محمد، هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل إجراءات التعقيم داخل محطة مترو أنفاق السادات؟ تحياتي لك زميلي العزيز بشير، تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. أجهزة الدولة بالتزامن طبعا يمكن مع تزايد أعداد فيروس كورونا بتواصل جهودها على مستوى كافة مرافق الدولة. واحد من هذه المرافق المهمة وهو محطات مترو الأنفاق الذي يرتاد الملايين من المواطنين ذهابا وإيابا من شمال إلى جنوب القاهرة ومن شرقها أيضا إلى غربها. وبالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تشتمل على أعمال التطهير والتعقيم لكافة المحطات، نجد هناك أيضا إقبال كبير من جانب المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا، حيث يوجد 14 مركزا داخل محطات المترو المختلفة، بالإضافة أيضا إلى وجود نقاط لتسجيل بيانات المواطنين. إذا سمح لي زميل إبراهيم أن يتجول بالكاميرا لرصد مدى إقبال المواطنين في شكل يعني طوابير لتلقي لقاح كورونا. هناك 14 مركز لتلقي اللقاح في مراكز المترو، لا سيما في المحطات الأكثر كثافة وأيضا المحطات التبادلية مثل محطة السادات، محطة الشهداء، محطة حلوان، محطة شبرا الخيمة، رود الفرج، جمال عبد الناصر، سعد زغلول وغيره من المحطات التي تتمتع بكثافة كبيرة والتي يرتدها المواطنون بكثافة كبيرة. اسمح لي يعني عملية التسجيل وعملية تلقي اللقاح لا تتجاوز سوى دقائق بسيطة، لا تتجاوز الخمس دقائق على أي حال من الأحوال، وهذا طبعا بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة النقل التي تريد أن تشمل مظلة تلقي اللقاح أكبر عدد ممكن من المواطنين. وكما ترى في الصورة هذا الإقبال الكبير من جانب المواطنين داخل محطات مترو الأنفاق يعكس هذا المجهود وهذا التوجه الكبير من قبل الدولة في إطار التنسيق بين وزارتي النقل ووزارة الصحة. طبعا بالتزامن مع مراكز تلقي اللقاح على قدم وساق وعلى مدار الساعة تجرى أيضا أعمال التعقيم والتطهير المستمرة في كافة المناطق أو كل المناطق التي يمكن أن تكون محل تعامل أو لمس من جانب الركاب، بدءا من شباك التذاكر مرورا بالأرصفة بالمحطات داخل محطات أيضا داخل القطارات المترو من المقاعد والأوجه الزجاجية وغيرها من الأماكن التي يمكن أن تكون محل تلامس مباشر أو تعامل من جانب الركاب. كل هذا طبعا يأتي وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة تتبعها كافة أجهزة الدولة لا سيما. هذه التفاصيل واضحة. محمد عبد الصبور مراسل أخبار مصر كنت معنا مباشرة من محطة مترو السادات. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1533 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة أمس. كما أعلنت الوزارة في بيانها اليومي خروج 1800 متعافٍ من كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 341,059 شخصا.
هذا واستقبلت مصر شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا تقدر ب 667,100 جرعة من اللقاح. أوضح دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان أن هذه الشحنة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي وأنها مقدمة من بلجيكا وألمانيا عن طريق آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات جافي. وحث عبد الغفار المواطنين مجددا على ضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا للمساهمة في الحماية من الإصابات الشديدة بالفيروس ومتحوراته، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان. أهلا بكم من جديد ونتابع تقديم نشرة الأخبار، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022 ورقيا على مستوى الجمهورية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتمت استعدادها لهذه الامتحانات وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بداخل اللجان الامتحانية وتحقيق التباعد الآمن ما بين الطلاب، كما تم تعقيم اللجان على مستوى الإدارات التعليمية. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث يرأس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة 15 للجنة المشتركة بين مصر وسلطنة عمان. من المقرر أن تنعقد أعمال الدورة خلال اليوم وغدا، حيث أوضح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري سيلتقي خلال الزيارة عدد من كبار المسؤولين بالسلطنة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما يتبادل وزير الخارجية مع المسؤولين في عمان الرؤى بشأن القضايا العربية الملحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. من المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية، كما يشهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك. إلى ملف اليمن، حيث نفى التحالف العربي في اليمن تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة بشمال البلاد. أكد التحالف أن هذه الإدعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وأن ما سوقت له من قبل الميليشيات الحوثية يعبر عن نهجها التلضيد المعتاد. أضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي سوف تطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل، وكذلك على التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية بشأن هدف الضربات وموقعها. من ناحية أخرى، ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي في أبو ظبي الأسبوع الماضي. جاء ذلك التنديد في بيان صدر بالإجماع عادته الإمارات، وشدد المجلس على ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية الأعمال الإرهابية وإحالتهم إلى القضاء. وحض البيان جميع الدول على التعاون المكثف مع حكومة الإمارات وكل السلطات المعنية بهذا الصدد. في العراق، حيث أحبطت قوات الأمن هجوما لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بشمال شرقي ديالى. أوضح الأمن العراقي في بيان له أن مجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض لنقاط تابعة لقوات الأمن وتدمير كاميرا حرارية في قرية سبتة قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن وتفشل محاولة الهجوم. يأتي هذا غداة مقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم استهدف مقر للجيش العراقي في محافظة ديالى. أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي إمكانية التوصل لاتفاق نووي نهائي مع إيران، موضحا في الوقت ذاته أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح رغم بطئها. في السياق ذاته، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا على استخدام نفوذها وعلاقاتها الجيدة مع إيران في توصيل رسالة بضرورة الإسراع في التوصل لاتفاق. كشف وزراء دفاع استونيا ولاتفيا وليتوانيا عن ان الدول الثلاث الاعضاء في حلف الناتو ستزود اوكرانيا بصواريخ امريكيه مضاده للدروع والطائرات،
يأتي هذا بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها لتسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي بحسب وصفه. أوضح بلينكين أنه قام بتسريع وترخيص عمليات نقل المعدات الدفاعية التي يقوم بها أعضاء الناتو استونيا ولاتفيا وليتوانيا إلى أوكرانيا. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق اليوم مهرجان التمور الخامس بواحد سيوة الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من واحد سيوة محمود العزالي مراسل أخبار مصر. محمود، بعد التحية، ما آخر استعدادات إقامة مهرجان التمور وما هي ملامح المهرجان هذا العام؟ بالفعل هذا انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر التمور الخامس الذي يقام في واحد سيوة بمشاركة كبيرة عربية ومحلية. هناك أكثر من 100 شركة مصرية وعربية تشارك في المهرجان الذي يجتذب كثيرا من السائحين والمواطنين المصريين. هذا المؤتمر الذي أصبح علامة مميزة لواحد سيوة كما تشاهدون في الصورة. هناك إقبال كبير من الجميع كما تشاهدون، أيضا هناك إقبال من الدول العربية أمامنا حاليا من ليبيا ومن السودان ومن الأردن ومن الإمارات، شركات كثيرة تشارك في المهرجان. نعلم بأن مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور، وهناك أكثر من 16 مليون نخلة في مصر، منها 4 مليون نخلة تسمى المجاهيل، أي النخيل الذي زرعه أشخاص مجهولون وغير معروف هذه النوعية، أو أنها غير مستحبة للتصدير. ولذلك أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعا قوميا لزراعة أكثر من 5 ملايين نخلة في توشكا والوادي الجديد. وشاهدنا منذ أيام خلال أسبوع الصعيد ما افتتحه من السيد الرئيس مزرعة توشكا للنخيل. نعلم بأن مصر الدولة الأولى عربيا في إنتاج النخيل بحوالي 24%، لدينا حوالي 16 مليون نخلة، ولذلك تسعى مصر لكي يكون هناك تحولا كبيرا في الإنتاج والتصدير. التصدير نحن التاسع عربيا، ولذلك تسعى مصر من خلال أنواع جديدة مثل البرحي والمجدول والجاف لأن تتصدر الواجهة في الفترة المقبلة، لأنها أنواع مطلوبة عالميا. تشارك في المؤتمر شركات كما قلنا محلية وعربية. نعم. هذه، وهناك أيضا مجموعة من المستثمرين الذين جاءوا إلى سيوة لاستعراض الفرص الاستثمارية. هناك تحول أيضا، الشركات تسعى لإنتاج مناطق لوجستية، وهو ما يتماشى مع سعي الدولة لتطوير هذه الصناعة التي ينتج عنها ليس فقط موضوع التمور، ولكن هناك صناعات كثيرة قائمة على التمور. هناك منافسة بين الشركات هنا لمنتجات خاصة بالتمور، مثلا وجدنا هنا القهوة المنتجة من نوى التمور. أيضا هناك مساعي كبيرة جدا. نعم. سنشاهد بعد قليل. شكرا جزيلا محمود العزالي مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من واحد سيوة وسنتواصل معك في خدمات إخبارية مقبلة. وبأخبار رياضة نختتم معكم هذه النشرة، حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية في الخامسة مساء اليوم إلى مدينة دوالا الكاميرونية، حيث تجري قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون. تم تقسيم المنتخبات العشر المتأهلة لهذه المرحلة إلى مستويين بناء على التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في نوفمبر الماضي. يلتقي كل منتخب من المستوى الأول مع واحد من منتخبات المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وإيابا خلال الفترة من 24 حتى 29 من شهر مارس المقبل. وفقا لهذا التصنيف سيواجه منتخبون الوطني واحدا من منتخبات السنغال أو المغرب أو الجزائر أو تونس أو نيجيريا. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة نأتيكم ونشرة جديدة من التلفزيون المصري.
شكرا أدا، شكرا لكم، وإلى ملتقى لكم.